السلام عليكم متابعي قناة سما سبورت، وأخيرا فوز وتأهل المنتخب السوري لأول مرة بتاريخه لدور 16. يا شباب، اليوم ما في تحليل، ما في كلام، اليوم رح نبارك وللصبح نبارك للمنتخب السوري بعد هذا الفوز والتأهل التاريخي. والله حلوين، أقسم بالله العظيم انتو حلوين يا شباب، والله بكيتونا وتعبتونا خلال 90 دقيقة. يعني تأخر لبين ما تسجل الهدف الأول عن طريق اللاعب عمر خريبين. مبروك، اكتبوا لنا بالتعليقات مبروك للمنتخب السوري الفوز ومبروك التأهل لدور الثاني. وكمان يا شباب، قد ما بتحبوا المنتخب السوري حطوا لايكات واشتركوا بالقناة. والله الفوز كان كتير حلو للمنتخب السوري بعد سنوات ومعاناة كتيرة للمنتخب السوري. والله يا شباب، لحظة من اللحظات أنا أني خلاص ما رح يتأهل المنتخب السوري، رغم أنه قدم أداء مميز، ولكن كان في عقم هجومي. الكل عم يكتب، الكل عم يشاهد، الكل عم يشوف من محللين، نقاد، مقدمين البرامج، الكل عم يقول أنه المنتخب السوري قدم أداء جيد ولكن كان ينقصه رأس حربة صريح. المهم بالشوط الثاني نزل عمر خريبين، ومن بعده مباشرة نزل علاء الهدالي، حركوا الوضع، شفنا المباراة أفضل والتأهل الرسمي للمنتخب السوري. عن جد الشعور لا يوصف. وإن شاء الله بعد الفيديو مباشرة يا شباب رح ننزل لحظة التأهل للمنتخب السوري، لأني والله فرحنا ونزلت دموعي لا إرادية، تذكرت فيها السنوات، رجعت فيها سنوات. وإن شاء الله يا شباب بعد هذا الفيديو مباشرة رح ننزل لحظة التأهل للمنتخب السوري. والله يعني شعور لا يوصف، شعور ولا أروع من هيك. يعني نزلت دموعي لحالها وتذكرت فيها ورجعت فيها لسنوات طويلة خلت. المهم مبروك للمنتخب السوري، شباب حلوين، أداء ولا أروع من هيك، قدمونا شيء كتير حلو. الفوز والتأهل مثل ما حكينا لدقيقة 76، الكل كان على أعصابه، الكل شايف شو صار بالمنتخب السوري، لسه ما سجل وعم استنى انه المنتخب الهندي، اللهم صلي على النبي، اليوم صار برازيل. اليوم على حظنا المنتخب الهندي صار برازيل، من حارس المرمى، من الدفاع، من خط الوسط، من المهاجمين، هجمات المرتدة اللي يعني شيبتنا والله هجمات المنتخب الهندي. وحتى بآخر لحظات المباراة من أوقات الطائحة أحمد مدني شال طابتين، ولا أروع من هيك، والله ولا أروع من هيك. يعني لا تحطوا لي هاي غنية النحس دقوا على الخشب، لأني هاي الغنية هي اللي هلكت عظامنا، لا حدا يتسمع على الغنية يا شباب، خلص بس هيك هيك افرحوا انبسطوا. وين ما شفتوا بوستر للمنتخب السوري حطوا مبروك، وين ما شفتوا فيديو تحليلي حطوا مبروك. هذا اللي بدنا اليوم، ما في نقد، ما في كلام، خلص 24 ساعة بنفكر بالمباراة القادمة. احتمالات لسه واردة على، طب نحن تأهلنا إن شاء الله بشكل رسمي، تأهلنا بأربع نقاط أوكي، ولكن إنه مين راح نواجه؟ احتمال تايلاند، احتمال اليابان، احتمال العراق، الله أعلم، راح نشوف الأيام القادمة. ولكن المهم تأهلنا، يعني بأداء رجولي، أداء مميز، المنتخب قدم مستوى كتير كتير حلو بعكس الفترات الماضية خلال البطولة بشكل عام، انه لعبنا بأداء جيد، لعبنا بروح عالية، لعبنا بروح رجولية. فالله يرحم الناس اللي ماتوا واللي كانوا عم يستنوا هاللحظة. واحد منهم صديقي اسمه فراس محمد عليه رحمة الله، توفى بال 2016. انا وياه كنا نتابع ونعشق المنتخب السوري يا شباب. اليوم بعد ما صفر الحكم ونزلت دموعي اتذكرت هذا الرجل الطيب، هذا الرجل اللي كان يعشق المنتخب السوري. انا اسف عم بدخل بهيك مواضيع، ولكن كل شخص عنده غالي عليه وكان يتابع مباراة معه رح يتذكر هاي اللحظة، لانه المنتخب السوري منتخبنا نحن، وليس منتخب مصالح، وليس منتخب واسطات، هذا المنتخب للشعب. كثير من التعليقات بشوف انه هذا المنتخب البراميل، برميل اللي ينزل على راسك، هذا منتخب الشعب. شو دخل البرميل ولا شو دخل القذائف ولا شو دخل، هذا المنتخب منتخب الشعب. بتمنى هاي العنصرية وهاي الكلام اللي ما له طعمه بله يا شباب، عن جد هذا الكلام ما له طعمه. بالنهاية المنتخب يعني في لاعبين ولدانين بالخارج بأمريكا وبالأرجنتين وما بعرف فين لعبوا بالمنتخب السوري، شو دخل البرميل ولا شو دخل الأسد ولا شو دخل المعارضة؟ هذا الكلام يعني جهل، جهل مع الاحترام. يعني في كتير ناس
بتابعوا المباريات عن جهل وعن تخلف بصراحة. يعني لسه قبل المباراة نص ساعة بيسألك أي ساعة المباراة، أي متى راح يلعبوها. فهذا الشيء يعني يدل على عدم معرفة المنتخب السوري. تمام، صح، ما عندنا إنجازات وما عندنا تاريخ بكرة القدم، ولكن بالنهاية نحن بنحب منتخبنا وبنحب سوريا مهما كانت الأطياف ومهما كانت الأمور. فإذا مبروك يا شباب. أنا راح أنهي الفيديو سريعا، هيك حكينا شوية تفاصيل عن المنتخب السوري. تضلوا بخير، السلام عليكم ورحمة الله، واضغطوا لنا زر لايك، خلينا نوصل ونفجر زر لايكات يا شباب. السلام عليكم ورحمة الله. جميع متابعي الصفحة الرسمية للاتحاد العربي السوري لكرة القدم في الدقائق الأخيرة قبل اللقاء الحاسم بمواجهة المنتخب الهندي في ختام دور المجموعات في بطولة كأس آسيا لكرة القدم التي تقام حاليا في قطر. المنتخب السوري قبل هذه المباراة يملك نقطة واحدة في رصيده من تعادل مع أوزبكستان وخسارة مع أستراليا، واليوم الفوز يضع المنتخب السوري في الدور الثاني بحسابات إما في المركز الثاني أو في